وسط ترقب الجميع وأنفاس محبوسة، الأهلي يستعد لصدام قوي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في سيناريو يتكرر لثالث مرة في آخر 5 سنوات بالقارة السمراء، وكل الآمال منعقدة على مارسيل كولر لقيادة المارد الأحمر لرد الاعتبار أمام الفريق المغربي. الأهلي يدخل نهائي دوري أبطال إفريقيا متسلحا بسيناريو الجيل الذهبي تحت قيادة الأسطورة مانويل جوزي، حالما بتكرار سيناريو الثلاثية التاريخية في الفترة ما بين عامي 2005 و2008 في دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الجيل الذهبي بطولتي 2005 و2006 على التوالي قبل السقوط أمام النجم الساحلي عام 2007، ليرد بقوة في العام التالي مباشرة بالفوز على القطن الكاميروني في عام 2008، وهو ما يعيشه الجيل الحالي للأهلي، ولديه فرصة ذهبية لتكراره مرة أخرى بعدما حصد المارد الأحمر ثنائية 2020 و2021 قبل خسارة نسخة الموسم الماضي، ليصبح سيناريو الجيل الذهبي حاضرا بالأذهان ويأمل الجميع في تكراره. لكن طموحات وآمال جماهير الأهلي وتفاؤلها بتكرار سيناريو الجيل الذهبي تحت قيادة مانويل جوزي يأتي كابوس نسخة عام 2017 والذي يبدو مشابها للغاية بما يمر به المارد الأحمر هذا الموسم، حيث تأهل الأهلي حينها تحت قيادة حسام البدري من دور المجموعات بشق الأنفس في المركز الثاني متفوقا على زاناكو الزامبي بعد التساوي في عدد النقاط، وهو ما حدث الموسم الحالي بين الأهلي والهلال السوداني. بعد ذلك قاد البدري الشياطين الحمر للفوز على الترجي التونسي في ربع النهائي بسيناريو تاريخي، ثم اكتساح النجم الساحلي بسداسية تاريخية على استاد برج العرب، أحداث شبيهة للغاية بمشوار الأهلي مع كولر في النسخة الحالية بعد الفوز على الرجاء المغربي ثم نتيجة عريضة على حساب الترجي التونسي، حتى جاءت الخسارة الصادمة أمام الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في النهائي. رغم البداية الرائعة في الذهاب عن طريق طيب الذكر دائما مؤمن زكريا بعد تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 7 قبل تعادل الوداد لتضيع البطولة على الأهلي، ويصبح الكابوس الذي يطارد الجماهير الحمراء وتمني النفس بعدم تكراره. التشابه بين النهائي الحالي لدوري أبطال إفريقيا يجعل جماهير الأهلي بين التفاؤل تارة والتشاؤم تارة أخرى، لكن يبقى مصير البطولة في أقدام لاعبي المارد الأحمر وقدرتهم على تتويج أنفسهم كجيل ذهبي جديد للقلعة الحمراء، وأيضا قدرة مارسيل كولر على كتابة اسمه بحروف من نور في تاريخ مدربي الشياطين الحمر. فهل ينجح الأهلي في محاولته الثالثة لكسر تفوق الوداد التاريخي؟